بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ضيوفنا الكرام، الحضور الكريم، بداية يسعدني بنيابتي عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن أرحب بضيوفنا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول انعقاد لمنتدى المرأة العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يشرفنا استضافة هذا اللقاء العالمي بالتعاون مع منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع في فرنسا. لقد حرصنا أن يكون شعار المنتدى تحت شعار لنبتكر، مستلهمين في ذلك النهج الذي أرست دعائمه قيادتنا الرشيدة بتأصيل مفاهيم الإبداع والابتكار كركيزة أساسية لمسيرتنا التنموية نحو مستقبل حافل بالفرص. وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن تكون دولة الإمارات هي الدولة المضيفة للمنتدى، مؤكدة مجددا حرصها على لعب دور ريادي في مجال دعم المرأة على الصعيدين العربي والعالمي. الآن اسمحوا لي أن أرحب بجلالة الملكة رانيا العبد الله، عقيلة جلالة الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لإلقاء كلمتها فلتتفضل.